كلنتي وعنا وناقصين دعوضيال مركل كوسو دوادا برامج كتب كهضل قيبتن وحان سيتو سأوغي اغينا يتوب يقرهان وقويغ يقوبها ولادا يوليبا دقالادا اي كسو عدان كوا سوو دحي عيدا كميلتريغ يتوبيا اي سودو كلي كوا تي بيلف سيدا نوغنا هيبا افر تي بيش نوفمبر اي سند كيهورا ايو دقال بلوضي وحانا اد مودا حد مودا سند كلو دقال كاسي ان او سعودا وحا اونا صو مراي وجيه اي مرحادا كلا دوان دولو دي توبيا او حد دا اسمه دو قبقو مرايا اي حد وحا اي قاده هول قلع روس كوا سي او اي كود دو نيسو ان اي حيد داد او قو سيبتا كوح دا تي بيلف بل وحا انو ايغي انا حوغيه قود دن بيه اي قوبا حد دو خيمه اي كا سعودان اي وليبا تاد شعبها او لو شوش أي قاضي جامعة يدينا أي بدأ في الجامعة صار لو بالمحا ذلك وإنبان بوسعود ذلك هذا محمد هذا إني أد حوي أي سنة حسين نبى ما دام وحي وسؤال فجر ملاية وإنبان وحلا سوي بالنص مرة من سؤال فجر ما رحتي شروطي ما قبح هذا شروطي معنا سؤال فجر ذاك ما شروطي ذلك إنه سؤالها ذلك بحه ذلك بحه هاي واتاي بال ذلك يتوب يمحو الدنبي بسم الله الرحمن الرحيم وسلام يا جودهم بمد الصوماليين ملك استويتشوان بوحان الله سلام الله عليكم إن دقال كيتوب يدي ودقال وصعودا تصبح دقال كفرت النظيمية بحون نغضي دقال ومارتي نوع علم ميريساء صدح بلود بحو دافي لأي هاي محانكو لهذا يتهيق إيا مرسية ويشالة ميلالي لهذا تولوين إيا دبرسابيت إيا دربتابور إيا واح ومارت أدو معين نوع عاسلة ومباسيدي مارتي ان هونكي يالس كده بوريجي سنة يا نيو هرت الدولة ديتوبيا واتي ان اسمه هذه والسعودي اسمه الدولة ديتوبيا والسعودا وحال جرب السعودا دي ده قال لي بجرب السعودا سرت قاشن ديتوبيا يعني ده حاسة باق بيدرتي اي كل شيء فرتني سديسة لما ان ده قال لي هنا ده كواحد تي بيرف اني سوسو ديبان هديك على لبام متى نكون دوران إن لبديله يا إن لقبته كده من سيدة عدو ولا رأى ما مركل لقبته أنت وحامي لا سنة كروي شيء سواء كوي أي سوء دي بالهين يا سواء عير صديق وسردي لما يف لا سوء دي بلا هاي وأصلك عير صديق وهذا نكو إريان هاي وده أعطيك كلام وقتها حالي مثل قالوا أنا ما عيسى أقولني لكن لها وسارة قاشان دي قواها اللي يا كونفورت قبل كوالو كها اللي موقتها حويلي واحن كلاو حما هاي حن كسع النابي مقلع مدى في عبنو كاقبنا يا مرق هاللي ها دريان كي حالا مقلع هيا وحن كسع النابي كله مقلع مقلع ميش اللي يحضو يا كسو هاللي نساعدها انه قصو فولي marka waxaad moodaa dagaal maaragtay moral iyo moral dhisid iyo af maaragtay ah Itoobiya inay ku jirto aad iyo aad meeshana waxay isugu geysay yaani taariikhda ciidanka meesha la geeyay meel hore loo geeyay ma jirto xilliga dagaalka Eritrea iyo Itoobiya waxa la yiraahdaa hal milyan oo askari ba xuduud dhul balciis u dhan yahay 1 kilometer in meesha la yiraahdo wabiga marad wabiga marad la yiraahdo ila iyo دعال ككره الى يدعل ان وخ مغاي قاب درن بيلا هاين بوري يا مرد حان فيلا يا لبد ميلود لبد عرفن اي كليشين وا 1 كيلومتر قياستي هل مليون عسكري او ciidamada Eritrea iyo kuwa Ethiopia ya isku dhex ya isku hor fadhiyo ku dagaalamay halka milyan ay askari waxay ahaayee adu hal milyan iyo waxba ahaayeen bal yahda 800 konton waxa ahaa ciidanka Ethiopia ha 800 konton bay ahaayeen أنت كلام هاي هاين إريتريا أم بهاين أديت هذا سديت بقول لك كنتم كاس كن أما ملشيا كوتشرت أما بيرليا كوتشرت واحد هنا عايتو بيكسر شيء ذي هاي هاين سديت بقول لك كنتم كنوا إسكريبا لي هذا وترى مرة تيد قياس تعبر كويان معها واحد يعني قنا معها هذا Itoobiya maalin walba ka toogun ama 40 kun ama 20 kun ugu yaraan 10 kun ee tababar soo waa daily hadda ogow daily way okay laba bilood marka oo min maxaan ku ilaahay ayto 10 kun maalin kasta ha sabab yar ee maalinkii waxan kun ka dhigay loo baahday xitaa waa tiraad badan ha waa tiraad badan laga soo bilaabo June ha ما جولاي كسب بلاو جولاي يا أغوست يا سبتمبر صدق حلا بلاو ده مالن كمن شم كن أحساء بحيساء وأخويا وعيدا بقى وأحكي لويا وشم بقول أكون عيدا أنا هي عجين يسوي أوكي شن تي بقول أكون بلاها على تبع براي وأنت عين وير ترى وير كسب قادرني أو فهير فدرال حوالين دجال كي كتيران
احنا رضا لح بقول يا وحبان تبى برني يجون تري أكو جتة لح هذا بقول أكو جتة حوا قال لك هذا هي شان قال لك يدبوك إيوه إن محنكو ده هذا أذو قل يه كلا جنب لاقة إيوه وح لقى أروينه يجون ولا جي ماشة فانانا هو أكو جرتة ده بك توكي أشي عيدن قرار بك برد هذا ولود دي لك أيا جب نكت لك عيدن كعادي هاي دولة عيدن كدولة دي دوافر السنة يعني يا الله بكونه مركي شن بقول أسكري ماشان كشوا يا صدق كونه يدبد دقي شن تاب بقول وأنا ماشى أما كل ما تأمل قول كنتو هذا يصير مثلا يا جا دي ليه كواسا مركي يا واحد هذا ولا قدرة دولة دي واحد كده واقضي إن أي مارك تايتو دقى ما غلا إنك كسو هالليسو ما أحد دقى لي وحى ولا صاف كذا يا حديد ده أي ورابي يا كوح ذا تي بيله يا سي بي النبي ده ده ما نمشي أي كتير أنا ده فهم بدنا بقى نريد سعي بينه إنت ربع فير ماشين عيار بالو كتير موجود كفاجو سيدو خري أشياء جاي وحيلها أنا مرن إلهو إنه بيكمل تاعي talaahoon kaliya agaasimaha hay'adda sirdoonka Itoobiya hadda ah markii horena madaxweynaha deegaanka Axmarada ahaa gacanta midigay Abi Axmedna ah yaa hadlay moogtahay war cad buu sheegay TPLF muusa dhihin EPDF muuna dhihin UPD muuna dhihin wax kale muuna dhihin wuxuu yiri Tigray uu labay ku xukuman yihiin bulmid laba geeriyood ama laba dhimasho yey ku xukuman yihiin bulmid laba dhimasho isagoo qararaya إن للدلو وأن دلو أما سقو أض ما سقو أض دجالما يا إن للدلو أود إنتو إيه إن عن إنتان قبلنا أنو أن دلو ربنا جنيد بكو إن سقو دجالما يا أود إنتو إيه إنتان نوركو قبلنا إن أنو دلو الله سوكو حكوا واتكريا وقف كستو واتكريا نو تي بي إف يا تي دي إف يا تي يو بي يا وح معها وقف كستو واتكريا ويان ومعها أي دولة دكوا فشلت السياسة أهم وي أي تي بي إف يا تكريا كلا جرام ويدي أي وح يقدم بأي تكريا كديجان أي maratay hawshoodu ay caalamka indhihi caalamkuna ay dhawreen adduunku tigreega dadka kama jecla laakiin siyaasadii dawladda dalka Itoobiya waxay noqotay siyaasad aan qaangaar ahayn siyaasad maratay siyaasad buuriyo goys bay noqotay buuriyo goys miyad qana oka siyaasad buuriyo goys bay noqotay aadoo maasantahay bal hawlgalada hadda culus ee la qaaday iyo dawladdu qabna amxuud ay sinsa madiyarada dawladdu dawladdu meelaha wali baa hadda sida go'aanka socdaan dawladdu horta dagaal bay ku dhawaaqday maqalay inay u socotay ku dhawaaqday maqalana rag ilaaba waxay ka dagaalada hayaan gudaha bartanka Itoobiya marka goor la tag iyo goob ma hartay iyo ilaahay baa garanaya oo samalayn ma hayo in hadda qof Itoobiya jooga maqal uu ku guro tan guri ka iyo balki Abi Axmed yaa ilaahay yaa naga gooya oo hadda waxa weeye Itoobiya tikre ma haysto mana rabtay baawey Itoobiyaan kiba si ay uga baxsadaan garan la ya garan la kuwana xaraban inta aad isaba tagaan maamul iyo leeyahay inay samaystaan waa dalka Itoobiya marka ay ku xukumaan haday uu soo ragasho waxa weyn marka dagaalka hadda lagu dhawaaqay koowaad targetkiisu sida dawladda federaalka Itoobiya wasaaradda difaaca sirgaal u hadlay uu sheegay in waxa weeye yoolka la higsanayo waa maqale dagaalku shalay buu bilowday magaalooyin ilaa 7 magaalo gaaraya dukum daakum baa laga dhigay yaa ka dhigay marka diyaaradihii dowlad ugaran sida la sheegayo tuulo la yahaado wichaale iyo heeg 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 wa maashi liyo boolisku ay lahaayeen waatana waxaan ka caayrinay nimanka hadda heeg baan yaa ka soo baxnay ay lahaayeen military dibiya duqeynti shalay uu ku bilaabay ilaa iyo xalay ilaa up to now way ku socotaa waa dhul dooxooyina weeyaan ama harooyin waa dhul harooyina biyatar ah buur iyo dooxo iyo meel daran iyo weeyaan oo tigreeguna 3 iyo 4 afar iyo meelaha buurihi iyo dooxooyinkii qaarna u fuulan qaarna ugu jiraan 20 milyan oo Itoobiyaan hadii la keeno 10 qof ayaa halkaa ku jirtaa ka adag sababta 10 ka qof waxay rabaan iyaguna inay dhintaan waxna ay galaaftaan 20 milyan waxay rabaan inay wada guuleystaan dibka meesha ka jiro ya taasa nin raba inuu dhinto iyo nin raba inuu guuleysto shaqo isku ma laha marka duqeymuhu waxay ka dhaceen ilaa iyo haddana ay ka socdaan wichaale marsa heyk ilaa iyo dabro sabit iyo maxaan ku idhaahdaa ayto deegaamada ku xeeran oo dhan yaa laga soo sheegaya waliba duqeymaha aad u daran oo aad u culus oo ilaa dad tiro badan 200 oo qof baa laga hal meel ku dhinteen oo shacaba aga wuch marsa meesha la yahay ageeda sida xalaytu ay baahinayeen ma waxaan loo iska sheegayno qolyahan
إن محمد تفستياش أم حاردة درب قيلوا ذي ببلاده أبي أحمد حمار والله إني جابي هذا نتكرأ ومتشيدو تكرأ جينا ما قارنا بوريهم بفولان بوريهم مرك فولان ده رايحان تبي سكوت هيريان يجي رايحان تبي سكوت مذهب النقطة بقى كونا مرك diyaaradii inuu guriga arkaan ba madfac ay ku dhuftaan arigii dhaqaaq waxay dhaqaaqay madfac ay ku dhuftaan waxa dhimanayaa marka ma aha ciidankii tireega waa shacabki waa shacabki saakiinta aha marka muhiimadda waxay tahay dagaalkan dawladdu hadda ay ku dhawaaqday inuu yahay guud ahaan dagaal goobihii la isku horfadhiyay la isku horfadhiyay awl horba lagu diray ka socda wax uu soo kordhinayo iyo wax natiijo ah oo ilaa iyo hadda ay ka gaareen ama ay ka gaari doonaan ma jiraan tikreeguna waxa ay keenin karaan waa keenayaan koonni waxa ay keenayaan waa keenayaan iyaguna laba qol marka waa un dagaalamayaan isku mana dhamaanayaan durbeena dhintaan ma rabaan marka baasuweena bal hadda maqala meesha ila soo qabteen kale ila soo waxaan ka yaabay maqala inay bedesho meel kale bahar daar in lagu bedelaan ka yaabay aad baa u maashantahay watahay ee dawladda yar intaas ay ku soo gabagabeeyna qodobkan aan u hadlayno xogii ugu dambeeyay ee dagaalada Ethiopia tan iyo kulan dambe waxaan ku dhaafayna sidaas iyo nabadgelyo.